Deve estar lá, Gaza foi. هي دي أهم حتة بس في صفحة ماسك احنا لسه ما اتكلمناش على السوري دي برضه. طب نفتح البرنامج بس نفتح البرنامج. سيسكو باك التلسكوب من سيسكو؟ اه عايزكم بس تعملوا شبكة صغيرة عايز اوصلك للي احنا قلناه في الصندوق. لا لا احنا مش بنعمل حته عمليه. انا عايز اوصلك للي احنا وصلناه في الصندوق. بس لسه ما اطلع كله. لا لا لسه ما اطلع كله. لا لسه ما اطلع كله. معلش بالنسبه للتوصيل. الكروس كده في النص ده. الاجهزه اللي شبه بعض كروسوفر. المختلفه استرسوا. فالراوتر او الجهاز مع مع السويتش مختلفين يبقى استرسوا. طيب بص انا عندي جهازين دلوقتي في نفس الشبكه وكل جهاز واخد اي بي ادريس مختلف. انا اللي انا عايزك تعمله تطلع لي النتورك اي دي بتاع الشبكه دي اللي الراوتر هيفهمها والنتورك اي دي بتاع الشبكه دي وتطلع لي النمبر اوف سبنت والنمبر اوف هوست وعايز اعرف الفيرست هوست واللاست هوست والبرودكاست. ماشي اديك الاي بيات. الجهاز الاولاني واخد 192.168.1.20 ايه بقول لك بس جرب بس معلش جرب بس قيس انت فيها فهمت مثلا هي كام بينزل 192.168.1.20/128 انا عارف
28 انا بقى كده عامل سالت ماسك صح؟ ما انا مديك بقى على فكره ده مثال على كل اللي احنا خدناه. والاي بي ادرس الثاني 192.168.1.180 سلاش 128 192.168 168 سلاش 28 كله سلاش 128 هنحاول نقرا. بص انا عايز منك ايه؟ انت الاول 128 دي لازم تترجمها لصبنت مصر. دي بيرفكت سبليشن. هتحولها لصبنت مصر. تمام؟ وتاخد الصبنت مصر دوت تحطه تحت الاي بي ادرس وتجيب لي النتورك اي دي بتاع الشبكه دي والنتورك اي دي بتاع الشبكه دي. عارف الجهاز طيب؟ ما هو انت ممكن تعمله على ملف وورد على الجهاز. تمام؟ لو انت عايز تعمل بالورقه والقلم ماشي، المهم تطلع لي المحتويات. بعد كده هتجيب لي عدد الشبكات اللي ممكن نستخدمها مع الصبنت ماسك ده وعدد الاجهزه. انت حضرتك بتقول سلاش 128 ولا 28؟ 128. ازاي مش قلت 32؟ سلاش ده سلاش 28 28 ايوه ايوه مش صعب كده يا جماعه والله. ان شاء الله. لا صح صح ممتاز. انا جربت اكل حل على فكره. بص بقى هنغيره ب20 هنخليه 23 سلاش 25 بس ميزان ما تكتبش في الاي لا بس لازم تحوله لمصنع. تكتبه فين بعد ما تحوله؟ تكتبه في صبنة مصنع. انت دلوقتي لما انت كتبت الرقم ده الديفولت اللي نزل معاك كام؟ 3 5 3 25 و0 مش هو ده الصبنت ماسك اللي انا مديه لك. فلازم تطلع الصبنت ماسك ده وتكتبه. الصبنت ماسك اللي انا مديه لك سلاش 25. هنعمل 25 واحد بالشمال؟ 25 واحد بالشمال يطلع لك الصبنت ماسك ده. تكتبه مع الجهاز ولا نكتب نعمله بعد كده في ورقه؟ لازم تعمله الاول بعد كده تكتبه لان الجهاز مش هيترجم ده اوتوماتيك لان ده مش ديفولت. على ملف وورد هو الثاني 192.168.0 ده مين؟ لا واحد برضه 180 واحد دوت واحد دوت 180 سلاش 25 الاثنين على فكره من نفس الصامت ولكن شبكتين مختلفين. احنا قلنا واحد 7 سكور يبقى 180 بالظبط. ما انا سايب لك الجداول ايه؟ وسير لك القوانين. انا بس عشان انت بعد كده الموضوع يعني اول حاجه هتجيبها البرفكس نوتيشن بعد كده النتورك اي دي هتجيب نمبر اوف هوست ونمبر اوف سبنت. تمام؟ عشان بعد كده بكلمك بقى على مين؟ بعد كده انت معانا برضه؟ ده دي يا بالظبط. طب قول لي انت عايز ايه؟ انا هقول انا مش شايف 192 انت كل اللي انت محتاجه الاي بي والبرفكس 192 168 دوت 1 دوت 20 على 25. دول؟ لا 192 دول وحدين. هي وحدين وبعدين ولا اسطوره؟ طيب كده هيبقى اخر اوفتور ان في واحد وباقي اسطوره. ده هنحوله بقى ده الصبنة مصر. واحد بقى كله اسطوره يبقى 128 هيبقى 128. خلاص احنا قلنا يعني احنا كده طلعنا للصبنت مصر. يعني الصبنت مصر يا جماعه ببساطه 3255 دوت 128 ده الصبنت مصر. حول بقى للباينري وطلع عمليات حسابيه للمصر. حول باينري اعمل انا عايزك تقول لي ده النتورك اي دي بتاعه كام وده النتورك اي دي بتاعه كام؟ عايزين احنا جبنا كده البرفكس نوتيشن. تمام؟ يبقى انا محتاج ايه؟ النتورك اي دي لده ولده. طيب وانا جبت الاول ده اجيبه لك ولا اعمل الاثنين واروح اجيبهم لك؟ هاتهم بقى كلهم، هاتهم كلهم ونشوف. وصلت؟ على فكره هو الموضوع مش في الرسمه، الموضوع في اللي حصل في الشبكه. هتفهمه ولا لا؟ ده حاجه جت قدامك دلوقتي في الشغل، هتفهمها ولا لا؟ ماشي. الموضوع ملوش علاقه بالرسم. الاي بي التاني 92 68 واحد
168 دوت 1 دوت 180 180 على 25 انا هجهز لاب هنا بس ايه طب 160 و 16 176 176 يبقى هنا واحد ناقص لنا ايه 8 ناقص لنا 4 مش هينفع يبقى هو سجل الاربعه احط واحد والباقي صفر يا رب انا اجمع لحد ما اوصل للرقم اجمع من الجدول الرقم بالظبط ماشي هيجيبك على فكره ده ممكن تشوفه يا جماعه اللي انا مديهولك ده ممكن تشوفه هتلاقي جهازين واصلين على نفس السويتش بارقام مختلفه لازم تبقى فاهم ده بيكلم مين وده بيكلم مين عشان اشوف عدد الاصفار اللي هنا موجود ايوه السبنت عدد الاصفار على الوحيد دي عدد الاصفار لا السبنت هي عدد الوحيد دي موجوده في الشبكه كلها عدد الوحيد اللي في الوقت اللي بيعبر عن الوسط في السبنت مثلا يعني ما وصلتش يا جماعه حد واحد منهم فهمت عبود طب ده لحد في نص صح كده ماشي هنا ده بيعبر عن النتورك وده عن الوسط تمام يبقى اللمبه بتصبر اللي هي الاس اي بعدد الوحيد من الشمال من هنا يبقى 2 اس 1 تمام يبقى كده عدد الشبكات كام؟ 2 الهوست عدد الاصفار اللي هو مين؟ يبقى 2 اس 7 مش عارف الاصفار دول 7؟ اه ما بس اتنين
يعني مش لازم ان انا اجيبها من النت ديم؟ لا مش لازم. بس انا جبتها من ديم. ده ازاي بنجيبها من السبنت مصر؟ من فوق؟ لازم. جباش من نتورك ده عمرك ما هتلاقي احتمال لصبنه ماسك. جميل. لان لازم انا دلوقتي الصبنه ماسك فيه شبكه هنا ما ينفعش اتخطاها وانا هاخد الشبكه دي. ده كده ببقى رقم مش احتمال لصبنه ماسك. فدايما هتلاقي الاحتمالات 1 2 3 4 5 لازم الواحد تبقى مختلفه والسكون يعني لازم متوسط. انا هنا تمام لما حوشته قبل كده. كل كده ايه؟ 180 180 ده رقم. ده صعب مصر ده لسه بتروح من تعمل انتل تطلع نتورك اي تمام اصلا عايز نبقى نقطه ايه بقى ده اللي هو بتاع الكلام ده بقى نتورك اي دي عايز نراجع بتاع الشبكه بختصره ازاي بقى نتورك اي دي بتاع الشبكه بس بختصره مش اختصار هو زي الواحد ما تكتبه الواحد 9 8 0 1 0 هي واحد خالص مش ده ولا دي 0 ده 8 1 0 ودي هتلاقي طب لو الاولاني ده معلوم صح ازاي احنا مع بعض طيب بس هو الاولاني ده كده لا يا جدع لسه بتاع ده بس انا فهمت كل حاجه بس سبايك نمبر اوف نتورك مظبوط طيب شنو بقى الشيء ده في حاجة تانية أنا من الوقت 180 لما حولتها اداني رقم لما عملت له الاندنج الدنيا الدنيا طب أنت رحت حولتها أنت حولتها هنا أنت مش مصر مش نفس الصبح مصر هديك نفس النمبر اللي خلصت نفس النمبر نفس الصبح مصر ولكن أنا هقول لك النتورك نمبر اوف هوست واحد في كل شبكه والنمبر اوف سبنت مع واحد ولكن النتورك ده هيختلف الاي دي ده هيبقى مع الشبكه الاي دي ده هيبقى مع الشبكه هو الخطه بتاعت النهارده بصراحه هو ده يبقى في حاجه بقى عاملينها في الشغل الفرع هنا في الشغل عندنا السنه اللي فاتت الفرع عندنا هنا كل واخد اي واحد 192 168 102 وبعد كده تاخد تدي الارقام للنتورك عندنا ما عدا قسمين قسم الار تي سي المعمليين وقسم الموقفين الوحيد اللي مديه اللي هو 2968 دول 9 بعد كده اربعه والصبنت مصر واحد بس يبقى في الشبكه في الشبكه هو بيقول احنا عايزين شبكتين بس ده Gracias.
تيجي كل عدد الشبكات تجيب اس اس على الواحد بس هو واحد بس يجيب على الصوره في التطبيق مش معاها انت بس حد خلص نمبر اوف هوست فيرست هوست ولاست هوست والبرودكاست 124 ناقص 2 هيبقى 126 هيبقى 126 فالاول هو الاول والثاني مش الاثنين نفس السبلت ماسك طلعها طلعها دلوقتي مش محطوط طيب الشبكه بقى احنا بناخد الشبكه ها عدد الشبكه صح 2 اس 1 2 اس 1 ده بقى الاثنين مش عدد هم شبكتين اللي احنا اصلا مستخدمينهم القسم ده استخدم شبكه والقسم ده استخدم شبكه في الشبكات الثانيه بس اجيبها لكم كده في السريع لو حد يا جماعه اطلب في حاجه يقول ماشي القوانين وقعت انا فاهم كل حاجه بس القوانين مش فاكر انا عيدها تاني انا عيدها على السريع ايه في الدول سايبين مثلا في الناس الثانيه بعد تبيني تبنى محتمين في لا طبعا انت هتمشي كم اي بي 126 عندك من 1 ل 126 و 127 126 واللاست هتبتدي من حسب الهوست اللي انا ماشي بيه ببتدي من 1 بالظبط هتبتدي من 1 يبقى ال 127 اللي هو هجيبها لك كم126 انا وصلتها ممكن تكون واحدة موصل في الان ولا حاجة قبل مثلا بس الخدمه مش هتطلع لي اصلا طيب احنا طبعا يا جماعه بس الرنجات هتبقى من 1 ل 126 ده الرنج الاولاني تمام فالصفر وال 127 دول المحجوزين ال 127 للبرودكاست والصفر ده النتورك اي دي تمام والرنج الثاني هيبقى من 129 ل 254 255 ده هيبقى البرودكاست وعندك ال 129 وال 128 ده هيبقى النتورك اي دي واصله نحلها طيب نحلها مانوال كنت عايز بس اوريك البرنامج ماشي ازاي نحلها مع بعض طف السريع علشان اللي ما فهمش نوصل كده سيبك من ده خالص اشتغل صحيح هنوصله تاني بس نحل دي الاول نحل دي الاول ببساطه بقى حد يديني الاحتمالات علشان نسيبها بصراحه
1 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
ناقص 2 هتساوي 128 ناقص 2 126. يبقى اذا الشبكه دي هتقدر تشيل في الاجهزه 126 جهاز، تقدر توزع 126 اي بي ادرس، وعندك اثنين انت نقصتهم، واحد النتورك اي دي وواحد البرودكاست، صح كده؟ لحد كده عندك حد عنده اي مشاكل؟ طب تعالى نجيب الشبكه الثانيه. الشبكه الثانيه هتشيل كام جهاز الان؟ 126. ليه؟ وان نفس السبلت ماسك صح؟ انا ما قلتش السبلت ماسك، قلنا السبع اصفار 2 اس 7 ناقص 2 هيديني 128 ناقص 2 ب 126 تمام؟ طيب النمبر اوف سبلت تبقى 2 اس اس. ايه اللي 2 اس اس؟ عدد الوحايد تمام من الشمال في الاوكت اللي بيعبر عن الهوست، واصله؟ فالوقت اللي بيعبر عن الوسط في السبلت ماسك هنا وعدد الوحايد واحد، يبقى 2 اس 1 هيدينا كام؟ 2 شبكتين هم 2. يبقى انا كده عندي شبكتين، كل شبكه هتشيل 126 تمام؟ والتاني نفس الكلام، نفس السبلت ماسك 2 اس 1 هتدينا 2 خلاص تمام؟ لحد كده في اي مشاكل؟ احنا كده جبنا كل المعطيات، ايه اللي هو ناقص لي دلوقتي؟ ناقص لي اول اي بي ادرس ممكن الجهاز ياخده، والبرودكاست اي بي ادرس لكل شبكه تمام؟ فانا اول اي بي ادرس ممكن الجهاز ياخده هيبقى اول رقم بعد النتورك اي دي، فالنتورك اي دي هنا بكام؟ بصفر. هيبقى اول رقم ياخده الهوست واحد، يبقى ده الفيرست اي بي. طب واللاست؟ 108 و 106 و 126 اي بي. يبقى اللاست هيبقى 126 صح كده؟ ولا يبقى 127 25 عشان ب 26 هيروح للبرودكاست 127 تمام. وانا بسال بس ها؟ لا اخر هوست 126 ولا 125 اخر هوست 125 يبقى 126 126 هو اللي هيبقى 1 ل 126 126 طيب والبرودكاست 127 يبقى 127 يبقى النتورك اي بي بتاع الشبكه الثانيه اوتوماتيك كده 128 اللي احنا طبعناه تمام. والفيرست 129 اصلا يا جماعه وهنمشي 128 اي بي يبقى 254 صح؟ 255 ده البرودكاست. واصلك؟ هو عايزك تجرب حاجه على السيميليتور. ما ينفعش اعمل هنا ابتدي من واحد برضه ب 120؟ ليه هتبتدي من واحد؟ ما انت النتورك اي دي بتاعك مش واحد. انت النتورك اي دي بتاعك اصلا 128 مش احنا طلعناه بالاندنج، انت البدايه عندك من اول اي بي ادرس بعد النتورك اي دي. فمش شرط دايما الاي بي ادرس يبقى واحد. واصلة؟ الشرط البداية تبقى في واحد. عايزك تجرب حاجة على السيميليتور بقى، افتح أي جهاز. وعايزك تبدي الأي بي أدرس ده اللي هو 192 168 1828 للجهاز نفسه. يعني كده نديله إيه؟ 192.168.1.128 مش ده نتورك أي دي؟ أول جهاز؟ الجهاز، لا أي جهاز، أي جهاز فيهم عشان نجرب. 128؟ سبلت ماسك ودي له سبلت ماسك 255 255 255 128 جربوا كده يا جماعه. سبلت ماسك اخره 128 انا لو فتحت اي جهاز رفض. اخر وقت 128 والصمت ماسك اخر وقت 128 رفض. طب ليه بقى رفض؟ ليه بقى رفض؟ ما انا عايزك تفهم. ما ينفعش يبقى مش ده ايه ادرس والصمت ماسك احنا دلوقتي؟ لا الرقم ده محجوز، كده بره الشرط. كده الجهاز الرقم ده محجوز اهو يعني بس ركزوا معايا يا جماعه، احنا بنتكلم في المثال على فكره ما خرجتش. انا دلوقتي رقم الشبكه دي كام؟
192.168.1.128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 
ده اخر احتمال الاجهزه فيه 254 جهاز 255 البرودكاست تمام. هو كده بقى كلاسي مش ده الصمت بتاع كلاسي بس هو بقى كلاسي ايوه ده الصمت لا ده مش بعد الاجهزه لحد اخر الرقم ده لا انا مش فاهم بس الاول سؤال ثاني ايه بس عشان كده لازم نقلل خالص احنا دلوقتي في كلاس ولا بي كلاس بي بي الديفولت كلاس بتاعه 255.0.0.0 تمام كده زي الفل ده اللي احنا عارفينه. جيت لقيت انا شبكه محطوط فيها السبنت ماسك ده يعني هتقوله ما تيجي نجرب ما تدي اللايف انالز ده مش كده بس وحط الماسك ده جرب كده على السيميليت شوف الجهاز هيرفض ولا لا. شايف انا ضرب الرقم اللي هو بتاع السبنت ماسك اللي هو برودكاست رقم برودكاست ايه رقم برودكاست اللي هو 255 ده برودكاست هو الفلوكتي الثالث ده مش هيسمح بيه عشان كده علشان ده رقم برودكاست بالظبط فده مش هيجي مش هيرفع. لا انا عايزك تجرب تحط الاعدادات دي دلوقتي الاي بي ادرس ده والصمت مصر هيرفض ولا هيسمح. انا عايز الاي بي ادرس يبقى 172.16.10.1 تبقى والصمت مصر مفيش مشكله صح. ليه الكلاس يا جماعه ملوش دعوه بالصمت مصر. انا دلوقتي ايه اللي انا عملته في كلاس بي اللي انا عملته في كلاس دي قللت عدد الاجهزه بتاعته وزودت عدد الشبكات. هو الطبيعي بتاعه ايه دلوقتي؟ ده الطبيعي بتاعه صح؟ انا كل اللي انا عملته ان انا غيرت في الاحتمالات بتاعت الوسط فقللت عدد الاجهزه بدل ما اداني بدل مثلا ما يديني 600,000 جهاز لا انا عايزه بس يديني 254 جهاز ولكن هو مازال كلاس بي. ليه؟ علشان بيبتدي من 162 تمام؟ يبقى واصله يبقى اذا التغيير في الصمت مصر ما بيغيرش من نوع الكلاس هو بس بيزود او بيقلل عدد الاجهزه ويزود او يقلل الشبكات ولكن ما بيغيرش من نوع الكلاس. خليني بقى عايز برضه مدى فهمك في الحته دي. لو انا دلوقتي في الحاله بتاعتي دي وعايز اجيب عدد الاجهزه وعدد وعدد الشبكات يبقى دي كده بقت 1.7 تمام؟ وعايز اجيب النمبر وفوصل النمبر وفصل ثبت عامل ازاي؟ النمبر وفصل القانون بتاع 2 اس اتش ناقص 2 صح؟ ودي 2 اس اس الاتش هنا بكام؟ اتش 15 ولا 7؟ 15 يبقى انا هطلع شبكتين وكل شبكه فيهم اجهزه بقى 2 اس كام اس 15 اجهزه بقى عايز اقلب وهكذا واصله تمام. في اي مشاكل؟ وقيس على كده كلاس ايه وهكذا واصل الموضوع؟ ذاكر بس ما هو بس القوانين يا جماعه هي القصه كلها في الاتش والاس تمام وتوزيع الانجاز. ففي مثال في الماتيريال يعني حلو بس لو حليته هتبقى انت فاهم الموضوع خالص. طيب حته اخيره بس ناخد توزيع ايباد من هنا وهنأجل اللاب العملي للمره اللي جايه. انا عايز بس اوريك الصمت مفيش مثال هنا اه في كذا مثال هنا ممكن تحله ما توقف كده بتاعك ليه بس والله ما توقف. طب ايه ليه ليه ده هو متقسم زي ما احنا اتكلمنا بالظبط طيب انا بس انا بقى
موجود في البرايمري كونفرسيشن. شوف لا مش هو ورا شويه ابعتها لك طب ابعت لك هتلاقي التحويل ما بين الباينري موجود الجدول ده بالظبط بكل احتمالاته. طب وريني بس الكتاب ده سواد روح هنجيب بس منه حاجه معلش وانا هجيب لك الجدول. معلش يا جماعة بس هي دي آخر مسألة ماشي؟ دي اللي هي الكلاسلس انتر دومين راوتين. ببساطة هو بيجمع لي شوية أجهزة بعمل عليها سمرايزيشن بحطها جوه الراوتر. الموضوع ده متقدم شويه بس احب ان انت تبقى عارف. فهناخد مجموعه الرنجات وهقول لك ازاي بيحولها يعني. قدامي 192 ده هتلاقيه على فكره في شركات الانترنت سيرفيس بروفايدر. بوت زيرو وعندي 33 بوت زيرو 34 و 35. هي الفكره ان مجموعه رواتب وغير النتورك اي دي تمام؟ هدول كده كام شبكه؟ خمس شبكات اربع شبكات تمام؟ طيب وهم السلاش بتاعهم 24 24 ده اللي هو كام؟ اللي هو الديفولت 3255 يبقى هو في شويه شبكات اتحطت على الرواتب من كلاس سي وخالف الديفولت ماسك اللي هو 254. فقال لك بدل ما نزود الراوتنج فيهم باربع شبكات انا عايز اختصر الاربع شبكات دول لشبكه واحده بماسك واحد تعمل لي سمرايزيشن ليهم الراوتر يفهم ان هو بيغطي الاربع شبكات دول. فنعمل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ هنحول الاي بيهات دي كلها للباينري تمام؟ نحول كده انا بس بقى اجيبها على السريع ستة صفار بعد كده عشرة عشرة ألف تمام؟ عندي الواحد وثلاثين زيرو زيرو واحد أو واحدة واحدة اتنين ولا ألف زيرو زيرو أو واحدة اتنين وثلاثين مظبوط اتنين وثلاثين بعد كده أربعة صفار تمام؟ خلاص دول طبعا في كل الاي بي زي ما هو احنا بس هنغير ايه الخانه الثالثه. 0 0 1 بعد صفر 0 1 0 0 10 0 0 هي واصلة الفكرة الباقي ده كله صفر صح؟ احنا ما عملناش أي حاجة كل اللي عملته إن أنا حولت الأرقام ديت تحدد بإيه؟ لباينري تمام؟ بس قال لك هتفضل ماشي مع الأرقام لحد الجزء المتشابه فيه اول ما يختلفوا تقطع الارقام دي تمام؟ فخلينا نمشي في الاجزاء المتشابهه مش كل دايما متشابه صح؟ دول كده لحد هنا كل ده متشابه 1 9 2 1 6 8 صح؟ ده في الباينري كل ده متشابه الاختلافات ابتدت تيجي فين؟ في الاوبت الثالث صح؟ هنمشي فيه لحد ما نشوف المتشابه في الباينري يا جماعه الصفر متفقين يبقى اول خانه كلها زي بعض صح؟ وتاني خانة كلها زي بعض، التالتة والرابعة تحرك لحد أول ست خانات كلهم متشابه وادي الخامسة وادي السادسة
تعال بقى نشوف السبعة مش متشابهة دي طبعا متشابهة بس بص هنا هنا بقى في اختلافات صح؟ فانا بقطع لحد المتشابه حتى كده في المشاكل عملنا ايه؟ حولنا الايبهات لباينري وقطعت لحد المتشابه تمام؟ وعد لحد المتشابه دول كام بيت؟ تعالوا نعد بقى ما دول كام؟ 16 دول 8 16 24 20 صح كده؟ 2 22 اقول له سلاش 22 وخلي الباقي ده كله صفرين فكرة وصلت يبقى انا هاجي لحد المتشابه واقطع تمام وخلي اللي وراه ده كله صفرين تمام واعد البيتس واخليها هي الصم هيبقى البيتس وصلت ل 22 تمام وتعالى نحول بقى الاي بي ادرس ده بقى كام احنا دلوقتي ده كده كله صفر تمام وصلت هذا من الأول. هذا من الأول عشان دي مهمة. دي برضو عملية الراوتر بيعملها أوتوماتيك. أنا دلوقتي جت لي مجموعة ترنجات أي بي متشابهة أوي. فبدل ما أحطها على الراوتر وأستهلك الراوتنج تيبل ببتدي أختزلهم لأي بي أدرس واحد أو نتورك أي دي واحد ده كده نتورك أي دي على فكرة مش أي بي. وصمت ماسك واحد الراوتر يفهم من خلاله الأربع رنجات دول. فكل اللي أعمله إيه؟ هحول النتورك أي دي ديت للباينري. تمام؟ واوصل لحد اخر نقطة متشابهة في الاي دي ادرس او في النتورك اي دي ادرس احنا وصلنا هنا لحد النقطة دي صح؟ واخد خط واحول الباقي ده كله اصفار يبقى اذا كل ده هيبقى اصفار واصلة؟ كل الباقي بقى اصفار واعد البيتس لحد المتشابه واحطهم بالفيكس نوتيشن احنا عدينا لحد المتشابه طلع كام بيتس؟ 22 وتعالى بقى نشوف الرقم بقى كده شوف الرقم كله تشابه احنا حولنا لصفار صح؟ فكده كله بقى زي بعض ناخد الرقم اللي طلع ده نشوفه بقى كده كده 192 168 دوت الرقم ده كده هيبقى كام يا جماعه؟ كلهم صفار يعني احنا حولنا من هنا صفار صح؟ 32 يبقى 32 دوت 0 على 22 يبقى ده كده بقى الاي بي ادرس اللي ينفع في الكلاس ليس انترنت راوتنج لو انا خدت الاي بي ادرس ده على 22 حطيته في الراوتر وقلت للراوتر يعمل حاجه اسمها اوتو سامري وجاله اي حد من الشبكات ديت هيتعرف عليها واصله؟ الحاجات دي بتتعمل في السيرفس 32 ايه؟ 22 الرقم ده هو مش اول واحد عشان اصفار خد بقى ما هو كلهم دلوقتي بقوا مشابه بعض كلهم دلوقتي بقوا مشابه بعض لان احنا حولنا ده اصفار صح؟ مش دي اخر حته متشابهه؟ اه وده كله بقى اصفار تمام فكله بقى شبه بعض فجينا حولنا رقم منهم الرقم ده طلع 32 لما نيجي نحول ديت 70 اه ماشي طلع 32 والباقي اصفار وهي دايما بتبقى اصغر اي بي ادرس يعني انا لو جالي 10 اي بيات هتلاقي اصغر واحده فيهم هي اللي هتنفع وتعد البيتس لحد المتشابه وتحطه في صندوق النص يبقى كده الصندوق النص ده يبقى كام؟ 22 22 احط 22 1 ال 24 دي 55 دي 25 شيل 24 يعني 55 55 وهنا دول من 16 4 وحايد يبقى 20 22 يبقى 6 وحايد 0 يبقى ده كده الصرف بس 6 وحايد 6 وحايد كان هي 252 252 صح؟ اه من 4 ده كده هيبقى الصم المصري الجديد للسمري مش هيبقى 204 مش هيبقى 3 255 زيرو واصله؟ اكيد؟ كده لسه دلوقتي الموضوع مش علاقه بالله كل اللي بقوله ده يمشي على سي وبي وايه؟ دي مفاهيم ثابته وقوانين كلها طيب كل اللي احنا بنقوله ده اسمه فيكسد لينس سبنت مصر او تقدر تقول تقسيم الشبكات لاجزاء متساويه احنا لما جينا قسمنا الشبكه قسمناها لايه؟ كل شبكه فيها 30 كل شبكه فيها 128 عندي حاجه ثانيه اسمها الفاليبل لينس
صممت مصر بس مش هناخدها في الكورس ده بصراحة، ولكن هي تقسيم الشبكات لأجزاء غير متساوية. يعني ايه؟ اخد الرينج ده اطلع في اول شبكة 30 جهاز وتاني شبكة 60 وتالت شبكة 128 وهكذا براحتي، مش لازم كله يبقى قد بعض بالظبط، ولكن ده في نص في 90 ايام. بس انت لو فهمت اللي انا قلته لك ده هتلاقي ان انت محتاج خطوتين بس تعرفهم تعرف تعمل الـ PLS. انا عشان عايز افصل النظر يا جماعه، لو عايزين تاخدوها ممكن ناخدها من الفرق عشان ما ندخش في يعني انا بس عايز افصل النظري علشان نبتدي نشتغل عملي بقى. كده كفايه بقى ان شاء الله المره اللي جايه اوضح لكم بس احنا فين. هو اسمنا مين؟ فضل الدياني. صح كده؟ حلو قوي. هل عادي حفرة بصمة كده؟ هو الكورس اصلا ناقص له ايه؟ احنا خدنا كل الحته البيزكس تمام؟ خدنا اشكال الشبكات وانواعها وكده والاي بي ادرس والسبنتنج والايثرنت وشويه تعريفات صح كده؟ فكل البيزكس بالكابلات احنا خدناها. انا كده ناقص لي ايه؟ ناقص لي حاجه خاصه بالسويتش. حاجة في المنهج اسمها السويتش فيتشر، جزء صغير من سيسكو هنتكلم عنه وهناخد تطبيق عملي فيه عن حاجة اسمها الفيلان اللي احنا حطيناها في الرسم تمام؟ وبعدها هناخد المميزات اللي ممكن تبقى في السويتش وهناخد تطبيق عملي على الفيلان. ده المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. و ال WLAN ناقصنا الوايرلس لوكال اريا نتورك تمام؟ والوان الوايد اريا نتورك والتطبيقات والبروتوكولات اللي شغاله في اللام ودول هناخدهم في المحاضره دي. بس احنا مع السويتش كمان على فكره هناخد الراوتنج. او تقدر تقول الراوتر الكونسبت بتاع الراوتر مع البيزك كونفيجريشن بتاع السيستم. فده المحاضره اللي جايه هنتكلم عن السويتش ونعمل تطبيق على الفي لان وهنتكلم عن الراوتر ونعمل بيزك كونفيجريشن للاجهزه بتاعه سيسكو. فاهمك اجهزه سيسكو ماشيه ازاي وازاي نوصلها ونعملها بيزك كونفيجريشن. وبعد كده هناخد الوايرلس والوان. دي اهم اجزاء في الشبكات. ادي المحاضره لسه لا ثواني. بعد كده هيبقى ناقص لي السكيورتي تمام. ده هناخدها في المحاضره لوحدها. هنتكلم دي حاجات نظري لو فيها جزء عملي خاص بالجيل يعني. اه هو يعني يعتبر مش الفاير وول الريموت اكسس تمام؟ دي محاضره مهمه جدا المحاضره دي على فكره وهتنفعك في البيت حتى تمام؟ وبعد كده هناخد بقى النتورك مانجمنت اداره الشبكه تمام؟ ازاي تدير الشبكه بتاعتك وهناخد في اداره الشبكه جزئين عملي بير تو بير اللي دي هتبقى كبيره شويه والكلاينت تو سيرفر. دول اول حاجتين اتكلمنا عنهم خالص. ازاي اشغل الشبكه بير تو بير تبقى اجهزه في شبكه محليه وكل واحد ادمنستريتور بنفسه وازاي اشغلها كلاينت تو سيرفر تمام؟ فدي في المحاضره واخر محاضره هناخد فيها ترابل شوت. ازاي نعمل ترابل شوت وديت هيبقى فيها الران كومنت. ازاي تحل المشاكل بتاعت الشبكه بشويه اوامر بالكومنت. وادي محاضره ثانيه. واحنا كده كام؟ خمس محاضرات. اربعه خمس محاضرات. وكده يعني هنبقى قفلنا لان الباص ان شاء الله. وبعد كده انتوا بقى اللي حابين نعمله ممكن نعمله بعد. باذن الله. ان شاء الله. بس يعني ده معظمه بقى عملي خالص. بس القديم ده يا جماعه اهم بالنسبه لي لان ده في كل المناهج. هتروح لمايكروسوفت. هتدرس سكيورتي، هتدرس شبكات هاردوير سيسكو، كل الكتاب الاولاني ده في كل المناهج، هيعدي عليك هيعدي عليك. فالله المستعان. والاكسس بوينت ايه؟ طبعا الواي فاي شامله بقى. الاكسس بوينت والراوتر والكونفجريشن بتاعه كل حاجه.